الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. لسعة الدبور في المنام علامة على الحسد والغل الذي يحاط بصاحب الرؤيا هذه الأيام، والله أعلم. من يرى في منامه أن هناك دبور قام بلسعه تكون إشارة على الخصومة التي توجد بينه وبين أشخاص محيط بهم، والله أعلم. رؤية لسعة الدبور في منام الفتاة العزباء علامة على إفساد العلاقات المهنية التي تدخل بها هذه الفتاة هذه الأيام، والله أعلم. رؤية لسعة الدبور في المنام بشكل عام علامة على مكيدة يقع فيها صاحب الرؤيا بشكل كبير. رؤية الدبور الأسود في المنام علامة على وجود رجل منافق ومخادع في حياة صاحب الرؤيا الأيام المقبلة، فعليه الحذر. رؤية الدبور الأسود في منام الفتاة العزباء علامة على التغيرات السلبية التي توجد في حياة هذه الفتاة هذه الأيام، والله أعلم. رؤية وجود دبور أسود في المنام علامة على الغربة والبعد الذي يوجد في حياة صاحب الرؤيا. رؤية وجود دبور أسود في المنام علامة على شر كبير يحيط بصاحب الرؤيا هذه الأيام. رؤية الدبور الأخضر علامة على وجود مشاكل كبيرة للغاية في حياة صاحب الرؤيا. رؤية الدبور الأخضر في المنام علامة على خسارة مادية يعاني منها صاحب الرؤيا هذه الأيام. حلم المتزوجة أنه هناك دبور أخضر في بيتها إشارة على تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها. من رأت في منامها أن هناك دبور أخضر في المنام علامة على وجود شر يحاط بها هذه الأيام، وعليها الحذر. عش الدبابير في المنام إشارة على وجود عدو قريب للغاية من حياة صاحب الرؤيا. من رأى في المنام أن هناك عش دبابير إشارة على الأموال الحرام التي يكتسبها صاحب الرؤيا، وعليه الحذر. رؤية وجود عش الدبابير في المنام علامة على وجود أشخاص ينتقدون صاحب الرؤيا بشكل كبير. رؤية عش الدبابير في المنام علامة على الكراهية والحسد الشديد الذي يعاني منه صاحب الرؤيا هذه الأيام. من يرى في المنام أنه يهرب من الدبور علامة على الإيجابية والسعادة القادمة له في الحياة. حلم وجود دبور يلاحقني وأنا أهرب منه علامة على الخير القادم لصاحب الرؤيا. حلم الفتاة العزباء أن هناك دبور تهرب منه علامة على وجود الكثير من المشاكل، ولكن لو استطعت تهرب منه يبقى خلاص المشاكل دي مش هتحدث لها. إنما لو ما عرفتش تهرب من الدبور ولحقها يجي على جسدها يعني على ملابسها، يبقى للأسف هيحصل لها مشاكل في حياتها، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.